افتتح معرض الكويت الدولي التاسع للعقار أعماله اليوم بمشاركة عالمية وأقليمية ومحلية واسعة، والتي تقوم بتنظيمه وزارة التجارة والصناعة لسلامة نقل الملكية وضمان قانونية الأعمال للدول المشاركة. افتتح اليوم معرض الكويت الدولي التاسع للعقارات أعماله بحضور عدة شركات عالمية وأقليمية ومحلية. وافتتح المعرض بالإنابة عن وزير التجارة أنس الصالح وكيل وزارة التجارة عبد العزيز الخالدي. ويشمل المعرض التسويق العقاري لعدة دول تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وجمهورية مصر العربية والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية. سعيد بحسن التنظيم داخل المعرض والشركات المشاركة، كانت شركات من الشركات العاملة في سوق العقار تقريبا أكثر من 32 شركة، والعروض كانت مرضية والأسعار كانت يعني متفاوتة من منطقة إلى الأخرى، مثل ما ذكرت لك أن أكثر العروض كانت خاصة بالإمارات وتركيا وصلالة، وفي عروض في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وتركيا وبعض الدول، وأتمنى للإخوان القائمين على هذا المعرض النجاح والتوفيق. ويعتبر المعرض الكويتي للعقار من أكثر المعارض تنظيما قانونيا سليما بعد رقابة وزارة التجارة والصناعة على العقارات المعروضة والتأكد من ضمان قانونيتها وسلامة انتقال ملكيتها بشكل قانوني وآمن.